السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد مع البروف جلال. وغادي نبداو الفقره الاولى ديالنا بواحد التجربه. في هذه التجربه غادي ناخذ طروا ديال اليوتيوب وغادي نحط فيهم ان اوبجي اون فير، يعني شي جسم ديال الحديد. هنا خديت مسمار ديال الحديد في اليوتيوب نيميرو 1، حطيت المسمار بوحدو في اليوتيوب، ولكن في الحقيقه المسمار ما كاينش غير بوحدو، معاه دو لير. في اليوتيوب نيميرو 2 عندنا المسمار ديالنا ديال الحديد، وعندنا الماء المعادي، وعندنا لير بيان سور. في اليوتيوب نيميرو 3 عندنا المسمار ديال الحديد، وعندنا لو صالي يعني الماء مالح، وتوجور دو لير. نرجعو دابا لوتيوب نيميرو 1، دونك هنا كاين غير المسمار والهواء لير. هاد لير هذا تنقدروا نقولوا عليه اير سيك، يعني هو ناشف ما فيهش الماء. دونك ملي تنقول اير سيك فانا تنهضر على ديوكسيجين اللي كاين في لير بوحدو، دونك لو ديوكسيجين سولمو. في لوتيوب نيميرو 2 هاد لير هذا كيتلاقى مع هاد الماء اللي كاين هنا، دونك ما تيبقاش اير سيك ناشف، تيولي هو فيه الماء، تنسميو اير هوميد. دونك ملي تنهضر على لير هوميد فانا تنهضر على ديوكسيجين اللي كاين في لير زائد لو. في لوتيوب نيميرو 3 كاين عاوتاني لير مع لو صالي، دونك حتى هذا غادي نسميو اير هوميد، ما غيبقاش ناشف لانه غيتلاقى مع هاد الماء. دونك هنا عاوتاني فحنا راه تندويو على لو ديوكسيجين اللي كاين في لير ومعاه الماء. بالنسبه للو صالي تو سامبلومون سي دو لو بلس لو سيل، يعني الماء والملحه، تعطينا الماء مالح. الملحه لو نون سيونتيفيك ديالها، يعني الاسم العلمي ديالها هو لو كلورور دو صوديوم. يعني حنا في لاشيمي لا بغينا نسميو الملحه لو نون سيونتيفيك ديالها تنقولوا ليها لو كلورور دو صوديوم. دونك هاد الثلاثه ديال اليوتيوب تنصيبوهم بحال هكا وتنخليوهم بليزيوغ جور. دونك من بعد مده طويله تنرجع ونشوف هاد المسمار ديال الحديد واش طرات فيه شي حاجه، واش تصدى ولا لا. دونك في لوتيوب نيميرو 1 تلقى باللي المسمار ديال الحديد ما طرا ليه والو وما تصداش. دونك شنو تنقولوا؟ تنقولوا لو فير، يعني الحديد، نو روي با، يعني ما كيتصداش. في لوتيوب نيميرو 2 اللي كان فيه لو ولير اللي ولا هوميد، لقينا باللي هذا المسمار هذا تصدى، دونك هنا غنقولوا لو فير روي، يعني الحديد تصدى. في لوتيوب نيميرو 3 اللي كان فيه لو صالي وكان فيه حتى لير هوميد، لقينا باللي المسمار تصدى وتصدى بزاف وتكال واحد الشويه، دونك هنا غنقولوا لو فير روي بلوس، يعني تصدى كثر وتصدى بزاف. دونك هاد التجربه كتبين لينا جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى وهي انه لو فير وي دون لير هوميد، ملي تنقولوا اير هوميد يعني ديوكسيجين بلس لو. الحاجه الثانيه وهي انه لو كلورور دو صوديوم اللي هو لو سيل اكسيلير لا فورماسيون دو وي، يعني الكلورور دو صوديوم اللي كاين في الملحه كيسرع تكوين ديال الصدى في الحديد. دونك كخلاصه لهاد الفقره غادي نقولوا لو فير رياجي افيك لو ديوكسيجين اي لو بور دوني لوكسيد فيريك. لوكسيد فيريك قلنا هو لا غوي، يعني الصدى. دونك هنا تنكونوا درنا اون رياكسيون شيميك، وملي تنهضروا على رياكسيون شيميك فخاصنا نهضروا على لي رياكتيف، يعني
متفاعلات، المواد اللي تفاعلات وتخلطات، ولي خضوي يعني النواتج، دوك المواد اللي نتجات على داك التفاعل ديال المواد الاولى. دونك فهاد لا رياكسيون كيميك شنو هما لي رياكتيف اللي عندنا؟ عندنا لو فير، عندنا رياجي افيك ديوكسيجين، وعندنا لو بوغ دوني، يعني البرودوي اللي عندنا في هاد لا رياكسيون كيميك هو لوكسيد فيريك. مزيان. دونك ملي تتكون عندنا اون رياكسيون كيميك اللي فيها في لي رياكتيف الديوكسيجين، هو حاضر الديوكسيجين، وفي لي برودوي كتعطيني واحد لوكسيد ديال واحد الميتال كيف ما كان، هاد لا رياكسيون كيميك تتسمى رياكسيون دوكسيداسيون، رياكسيون دوكسيداسيون. وهنايا اش من اوكسيد عطاتني؟ اوكسيد فيريك يعني ديال لو فير، يعني غنقول رياكسيون دوكسيداسيون دو فير. ندوزو دابا ونكتبو ليكواسيون دو لا رياكسيون دوكسيداسيون دو فير، يعني غادي نستعملو فيها غير رموز. لو فير ترمزو ليه ب اف او، رياجي افيك كتولي بلوس. لو ديوكسيجين هو او2، لو ما كيدخلش في ليكواسيون، ما تنكتبوش في ليكواسيون، دونك غندوزو نيشان بوغ دوني كتولي سهل لوكسيد فيريك. لا فورمول ديال لوكسيد فيريك هي Fe2O3. ندوزو دابا نديرو ليكيليبر ديال هاد ليكواسيون كيميك. دونك هنا عندي جوج ديال الاكسجين، هنا عندي ثلاثة، كيفاش غنيكيليبريو؟ هنا غنضرب في ثلاثة، ثلاثة في جوج غيوليو عندي ستة ديال الاكسجين، وهنا غنضرب في جوج، جوج في ثلاثة هي ستة، دونك الاكسجين مزيان ايكيليبري. هنا الجوج اللي حطينا على قبل الاكسجين غياخدها حتى لو فير، لو فير ديجا عندو جوج، الا ضربناها في جوج كتولي ربعة، دونك هنا غنزيدو أربعة. دونك كوم سا كتولي ليكواسيون دو لا رياكسيون دوكسيداسيون دو فير اي ايكيليبري. دونك ملاحظة أخيرة في هاد الفقرة واللي حتى هي مهمة، لاغوي اي بوغوز، يعني داك الصدى كيخلي واحد ثقوب في داك الحديد، دونك لاغوي اي بيرميابل الو اي الير كي سو بروباج اون بروفوندور jusqu'à la disparition totale du fer. يعني الا كانوا عندنا ثقوب في الحديد فالماء كيبقى يدخل لداخل وكتبقى ديك لاغوي كتاكل في داك الحديد حتى كيغبر وما كيبقاش عندنا الحديد. دونك هاد التاكل ديال الحديد حتى ما كيبقاش كنسميوه لا كوروزيون. هنا غنديروا واحد التجربه بسيطه، هي تقريبا نفس التجربه اللي درنا في الفقره السابقه. عندنا هنا واحد لو تيوب فيه مسمار ديال الحديد توجور، وكاين الماء وكاين لير. شنو اللي زدنا هنا في التجربه؟ هو الويل، ضفنا الزيت في لو تيوب، وحنا كنا تنعرفوا باللي الزيت خفيف كيطلع فوق من الماء. دونك من بعد واحد المده طويله رجعنا نشوفوا هاد المسمار ديالنا كي اون فير واش تصدى ولا لا، ولقيناه باللي باقي مزيان ما تصدى ما والو. علاش؟ حيت هاد لير هذا ما قدرش يوصل الماء ويولي اير هوميد، وهذاك لير هوميد هو اللي غادي يصدى لينا المسمار. شكون اللي حبس هاد لير هذا باش ما يوصلش الماء ويصدى لينا المسمار؟ هو الزيت الويل. يعني هنا بحال درنا واحد طبقة عازلة وعزلنا لير على الماء وما خليناهمش يتلاقاو. دونك بوغ بروتيجي لو فير il faut l'isoler، خاصنا نغلفوه وما نخليوش الماء
والهواء يوصلوا ليه. وباش نديروا هادشي كاينين بليزيوغ ميثود، بحال عندنا لا بينتور يعني الصباغه، دونك اون بو ميتر دي كوش دو بينتور سور لو فير. عندنا لو فيرني اللي كنقولوا بالدارجه الفيرني، هو بحال الصباغه ولكن تيكون ترونسبارون، تيكون شفاف. دونك اون بو ميتر دي كوش دو فيرني سور لو فير. وعندنا لا غالفانيزاسيون، سا فو دير ميتر دي كوش de métal, que ce soit du zinc, chrome ou bien nickel, sur le fer. يعني تندير واحد الطبقة ديال واحد الميتال آخر فوق من الحديد. في هذه الفقرة غنديرو جوج ديال les expériences. في الاكسبيريونس الأولى غادي ناخدو أن أوبجي دالومينيوم، يعني واحد الجسم مصنوع من الألومنيوم. Et on va le laisser à l'air plusieurs jours. يعني غادي نخليوه في الهواء، نحطوه في شي بلاصه ونخليوه واحد المده طويله. دونك من بعد ما داز مده طويله تلاحظوا بلي هاد الالومنيوم ما بقاش ناصع كيف ما كان في الاول، ولكن ولا باهت. دونك تنقولوا الالومنيوم تغني او كونتاكت دو لير. تغني سا فو دير il devient moins brillant، يعني الهواء تيخلي الالومنيوم يولي باهت. دونك هاد التجربة كتبين لينا بلي الالومنيوم رياجي افيك لير بوغ دوني لوكسيد دالومنيوم اللي كنسميوه اوسي الومين. دونك هنا تنكونو حصلنا على اون رياكسيون شيميك اللي فيها لي رياكتيف هما الالومنيوم، وعندنا رياجي افيك لير لي برودوي بور دوني، عندنا لوكسيد اوكسيد دالومنيوم واللي تنسميو اوسي الومي. دونك هنا تنكونو حصلنا على اون رياكسيون شيميك اللي فيها لي رياكتيف هما الالومنيوم رياجي افيك او ديوكسيجين، وفي البرودوي عندنا بور دوني اوكسيد دالومنيوم واللي كيتسمى اوسي الومي. دونك بما انه حتى هنايا عندنا في لي رياكتيف عندنا ديوكسيجين، وفي البرودوي ديال هاد لا رياكسيون عندنا ان اوكسيد، دونك غادي نسميوها رياكسيون دوكسيداسيون. وشنو هو الميتال اللي عندنا هنا؟ هو الالومنيوم، دونك رياكسيون دوكسيداسيون دو لالومنيوم. ندوزو دابا نكتبو ليكواسيون دو سيت رياكسيون شيميك. دونك عندنا الالومنيوم، الرمز ديال الالومنيوم هو Al، رياجي افيك لو ديوكسيجين اللي هو O2 بور دوني لوكسيد دالومنيوم، الرمز ديالو هو Al2O3. باقي لينا ليكيليبر ديال هاد ليكواسيون. دونك هنا عندي جوج ديال الاكسجين، هنا عندي ثلاثة، دونك غندير هنا ثلاثة غيوليو عندي ستة، هنا غندير جوج غيوليو عندي ثلاثة بجوج ستة، دونك الأكسجين إكيليبري. هنا عندي جوج مضروبة في جوج ديال الألومنيوم هي أربعة، دونك هنا غندير أربعة، دونك كوم سا جوبتيان ليكواسيون دو لا رياكسيون دوكسيداسيون دو الألومنيوم. ندوزو دابا للتجربة التانية. عندنا أن توب حطينا فيه ان اوبجي دالومنيوم معاه الماء، وهنا كاين لير، دونك بيان سور هاد لير غيتلاقى مع الماء غيولي اير هوميد، وغنخليو هادشي بليزيوغ جوغ. دونك من بعد مده طويله تنجيو وتنضربو طليله على هاد لالومنيوم، تا
تلقاو باللي باقي هو هو ما تصداش. دونك غادي نقولوا الالومنيوم نو روي با، يعني ما كيتصداش، ماشي بحال الحديد. الحديد في التجربة كيتصدى، وإلا ما كانش الالومنيوم كيتصدى دونك ما عندناش شي حاجة سميتها كوروزيون. لا كوروزيون ما كيناش، هذاك التآكل ديال الميتال ما تيطراش في الالومنيوم. غادي نقولوا لوكسيد دو الالومنيوم او بيان الالومين ني با بوروز اي اتونش الو اي الير، يعني هذيك الماده اللي تتكون لنا في الالومنيوم واللي سميناها لوكسيد دالومنيوم او لا الالومين ما كتكونش لنا الصدى، ولا ما كانش كتكون لنا الصدى دونك اتونش ما كتخليش ولا ما كتسمحش للماء ولا الهواء يدخلوا لداخل. اي بار كونسيكون الالومنيوم نو سوبي با دو كوروزيون. وبما ان هاد الالومنيوم ما كيتكالش فهنا تنكونوا تهنينا من لو كوتي ديال بروتيكسيون، يعني الالومنيوم بو اتر يوتيليزي سون بروتيكسيون.